هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم مجددا ونبدأ برامجنا هذا اليوم السبت الموافق 6 جولاي 2019. هيحتوي برامجنا لهذا اليوم إعلان مهرجان بي إيريا كاليفورنيا، تعليق السياسي صبرا يا شعب فإن الطاقية سيسقط حتما، رسالة إمرأة إريتريا، شعر مرتع أحلامي كرن، وأغاني الإريتريا المختارة. نتمنى لكم وقتا ممتعا هنا إذاعة الوفاق الإريتري. لكل شعبنا المقيم في داخل الوطن وخارجه، إريتريان سينيتش ستادي جروب عدد كبير من دكاترة متعلمين وذوي الخبرة وإمكانية من الإريتريين قدموا دراسات أخذت أكثر من سنة ونصف، وسوف يقدموا دراساتهم إلى الشعب والدعوة عامة للمشاركة والتشاور من أجل التغيير، المساواة، العدالة من أجل الحرية في ظل الوضع الراهن في إريتريا. لذلك تدعو إريتريان سينيتش ستادي جروب للمشاركة في كونفرنس في مدينة كاليفورنيا باي إيريا، وذلك في 5 و 6 من شهر جولاي. وهذه الدراسات شارك فيها كل من مكونات المجتمع